أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من منشط أحمر، معي أنا إيناس حليم، ونبدأ من أبرز المنشطات. زعيم الحزب الديمقراطي مسعود برزاني في بغداد، ملفات هامة ولقاءات سياسية متعددة. أيضا ضمن متابعتنا الإخبارية، متظاهرو ديقار يعلقون اعتصامهم لمدة شهرين بعد التفاوض مع الحكومة وممثلي العشائر. وأيضا في منشأتنا الثاني، العراق يسجل أكثر من 2000 حالة ومحاولة انتحار خلال 3 سنوات، وتساؤلات عن الحلول. هي الأولى من نوعها منذ 6 سنوات، زيارة لرئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود برزاني إلى بغداد، إذ يرى مراقبون أن هذه الزيارة تأتي تتويجا لبعض الاتفاقات النهائية والمشاكل التي يبدو أنها في طريقها إلى الحل بين المركز والإقليم. جدول الزيارة تضمن لقاءات مع قادة القوى السياسية، فضلا عن السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، وهو ما يعطيها أهمية كبيرة، خاصة وأنها تأتي في ظروف معقدة تمر بها المنطقة بشكل عام في ظل المساعي الرامية لتعزيز الصف الداخلي وتوحيد الرؤى بين القوى العراقية. نتابع أبرز ما تحدث به رئيس الحزب الديمقراطي مسعود برزاني خلال لقائه مع رئيس الوزراء العراقي محمد الشيع السوداني. زيارتي إلى بغداد بهدف تعزيز الجهود التي بذلت قبل الآن والتي قادها دولة الرئيس وأدت إلى انفراجة حقيقية في العلاقة بين الحكومة الفدرالية وحكومة الأقليم. وهنا لابد من أن أقدم جزيل الشكر لسيادة أخي دولة الرئيس محمد الشيع السوداني. كما تفضل دولة الرئيس، كان حوارنا حوار بناء، سواء ما يتعلق بالوضع الداخلي أو فيما يتعلق بالوضع الإقليمي، وكانت وجهات النظر متطابقة. وبإذن الله سوف نواصل التنسيق والتعاون. بالتأكيد نحن قطعنا شوط مهم في بناء الثقل بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، وتجاوزت مشاكل كثيرة وموروثة منذ سنوات وفق الدستور والقانون، ونحن ماضون باتجاه فتح فرص التنمية وآفاق المستقبل بالشكل الذي يعود على شعبنا في كل مكان بالخير والرفاهية والازدهار. وفي هذا المنشط ينضم معنا عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني السيد محمد زنجنا في الاستوديو، وايضا استاذ العلوم السياسيه الدكتور عبد الجبار احمد. اهلا بك، اهلا بكما ضيوف الاعزاء. ابدا معك دكتور عبد الجبار، يعني زياره بعد 6 سنوات وفيها لقاءات بالرئاسات الثلاث، وايضا ستكون هنالك لقاءات بقيادات ائتلاف اداره الدوله وبعض السفارات العربية والأجنبية، هل سترسم هذه الزيارة خارطة طريق جديدة في العلاقات بين بغداد وأربيل ولحلحلة الكثير من الأمور التي كانت عالقة بين المركز والإقليم؟ تفضل دكتور عبد الجبار. بعد التحية لجنابك وضيفك الكريم ومشاهدي قناتكم الموقرة. ستي ناس، احنا نتحدث عن زيارة هي تعتبر تاريخية. السيد مسعود هو يمثل الرعيل الأول ومن المؤسسي العملية السياسية الديمقراطية لما بعد 2003، إلى جانب قيادات هي تمثل الرعيل الأول. فهذه الزيارة تكاد تكون، أقول، هو إعادة رسم ملامح خارطة أو عملية سياسية مؤسساتية قانونية دستورية على وفق نمط جديد. طبعا مبررات الزيارة متعددة،
بعضها محلي، بعضها إقليمي، بعضها دولي. الجانب المحلي يعني نتحدث بصراحة، الدولة العراقية تقوم على فيدرالية واحدة، من غير الطبيعي أن يكون هناك توتر ما بين المركز، توتر مستمر ما بين المركز والإقليم وهو إقليم فيدرالي. إذا لابد أن نبحث عن حل. الطرف الكردي دائما ما كان يؤكد على أن النيات الصادقة، التفاهم، الحوارات من شأنها أن تؤتي يعني ثمارها. فالطرف الآخر المركز العراقي إن امتلك وإن استمر على وحدة القرار السياسي والأمني، أنا أعتقد الحوار هو ماضي بشكل مؤسسات. إذن هذا هو المبرر الداخلي. المبرر الآخر حسب رأيي المتواضع أقول الإدارات الأمريكية الديمقراطية أو الجمهورية تؤكد دائما على أن إقليم كردستان هو يعتبر ركيزة استراتيجية في الأمن في هذه المنطقة. إذن هذه رسالة إلى المركز ولا دول الجوار. المبرر الثالث أنا أعتقد في رأيي المتواضع زيارة السيد نتشيرفان برازاني إلى إيران واللقاء بالمرشد يعني قوض ومنع بعض الاتجاهات على مستوى المركز من أن تمضي قدما في تقويض شو نسميه الصلاحيات والاختصاصات الفيدرالية لإقليم كردستان، مما دفع كل الأطراف. يعني هناك حاجة متبادلة، هذه الحاجة متبادلة، هناك حاجة متبادلة لإقليم أن تعتمد على مركز قوي ديمقراطي استراتيجي، وكذلك الحال هناك حاجة لمركز لبوابة عبر إقليم كردستان، بوابة إقليمية وبوابة دولية. بالمحصلة ليس هناك أفضل من الحوار، بشرط أن يكون حوار مؤسساتي صادق النوايا يقود إلى نتائج. وهناك حقيقة ملفات متعددة قد لا تحال في يوم أو يومين، ولكن أنا في رأي متواضع أقول زيارة السيد مسعود إلى بغداد زيارة تاريخية من طراز بامتياز، أقول خلينا نقول وهذه الزيارة حتما ستأتي يعني إلى نتائج أتمنى أن تكون مؤسساتية بالقدر الذي يجنبون الكثير من المشكلات المحلية والإقليمية والدولية. نعم سيد محمد أهلا بك مرة أخرى. ثلاث مبررات لتلك الزيارة كما فصلها دكتور عبد الجبار. لنتحدث عن المبرر الأول وهو المبرر الداخلي، يعني وقال أنه لتلك الزيارة هي وضع نمط جديد. هل تعتقد ستكون هنالك فرمة للعملية السياسية بعد تلك الزيارة، وأيضا ستكون تصفير للمشكلات أم ذلك مسار طويل؟ نعم مساء الخير ست إيناس، تحية لكم وللدكتور عبد الجبار والمشاهدين. طبعا حبيت مصطلح الفرمتة، نعم نحن بحاجة إلى هذه الفرمتة في العلاقة السياسية، لأن لدينا دستور شبه معطل فيه أكثر من 55 مادة متجاوز عليها أو معطلة أو مهملة. هذه المسألة نحتاج إلى إعادة بنائها من جديد، هذا أولا. ثانيا نحتاج إلى إعادة بناء جسور الثقة. الجميل في العملية السياسية اليوم أن الأطراف الكردستانية وخصوصا الحزب الديمقراطي الكردستاني له باع طويل من النضال مع الأطراف المتنفذة في الحكم العراقي اليوم. كنا على خندق واحد في محاربة ومقارعة الدكتاتورية، وكنا على خندق واحد في محاربة إرهابي داعش. إذا لماذا لا نستغل كل هذه الفرص والمسائل والمشتركات بين الجانبين لنمضي قدما في إطار ما سميته بالفرمة، فرمة للعملية السياسية. نعم لا نريد أن نحمل هذه الزيارة فوق طاقتها، ولكن نستطيع القول بأن زيارة الرئيس مسعود بارزاني اختصرت أكثر من 50% من الطريق الطويل جدا والشائك جدا، وهذا ما تعودنا عليه بكل صراحة من الرئيس مسعود بارزاني وقيادة الحزب الديمقراطي. نتذكر في تسعينيات القرن الماضي عندما توجه الرئيس مسعود بارزاني أيضا إلى بغداد في وفد لقيادة الجبهة الكردستانية برئاسته، وحينها قال الرئيس مسعود بارزاني: عبرت بحورا من الدماء وذهبت إلى بغداد لأفتح صفحة جديدة من الحوار مع حكم. كنا يعني في ذلك الوقت نستذكر الذكرى الثانية أو الثالثة لأنفلت أكثر من 7000-8000 بارزاني، 182,000 كردي من قرميان، 15,000 كردي فيلي منذ عام 1975 وصولا إلى 1985، والكثير آلاف مؤلفة من الشهداء والمؤنفلين ومجهولي المصير من بداية من أربيل وبالسان وبادينان وسيوسينان وصولا إلى منطقة خانقين. إذن هناك ظروف تتغير، هناك
المعطيات تتغير. لذلك بكل صراحة الجميع جرب كل الحلول لإنهاء الإقليم والإقليم لم ينتهي. هناك نقطة مهمة جدا، زيارة دولة الرئيس مسرور بارزاني إلى الولايات المتحدة الأمريكية واجتماعه مع العديد من صاغة القرار السياسي في الكونغرس الأمريكي أيضا كان لها دور كبير جدا وتأثير كبير على صناع القرار العراقي. هاي بين قوسين إن كان هناك للأسف صناع قرار عراقي لتغيير مسار العملية السياسية العراقية والالتفاف إلى الإقليم مرة أخرى. إذا نعم هناك آمال كثيرة وكبيرة في إعادة رسم العلاقة السياسية، ولكن العقلية هي التي تتحكم بالموضوع. طيب دكتور عبد الجبار، إذا هل القوى اليوم السياسية في بغداد وصلت إلى قناعة لنقل أو مستعدة فعلا لفتح صفحة جديدة أو تصفير المشكلات من خلال العلاقة بين المركز والإقليم؟ ستي ناس، كلما كانت العلاقة ما بين المركز والإقليم يعني معضدة بعمل مؤسساتي موثق وبنوايا صافية كلما كان أفضل ذلك إلى نتائج إيجابية. لكن هناك تحديات وهناك تهديدات. أولا تحديات الاتفاقات الماضية. الآن في الذاكرة في العلاقة ما بين المركز والإقليم، إذا بقي الحال هذه الحوارات ما بين قيادات الإطار خلينا نقول ورئاسة مجلس الوزراء السيد السوداني الموقر على صيغة رؤية واحدة في كيفية التعامل دستوريا مع إقليم كردستان، يعني اللي أفترض أنه ما يلي أنه إقليم كردستان لديه رؤية واحدة في التعامل مع المركز الاتحادي. نعم. المركز الاتحادي إذا بقي برؤية واحدة بعمل مؤسساتي غير مصحوب بالمستقبل، أقول في المستقبل، لربما الآن الكثير هناك من فرح بهذه الزيارة والكثير فرح أيضا سيفرح لأي اتفاق يديم الحوار ما بين إقليم كردستان وبغداد، وهذا هو مكسب لكل العراقيين. ولكن ربما هناك من سيحزن على اعتبار أنه حياته السياسية تقوم على إيجاد إيش التوترات. أقول ديمومة هذه الحوارات إذا كانت مؤسساتية، إذا كانت تقرأ خارطة في خارطة إقليمية وداخلية وليست هي يعني آنية يعني مشفوعة بوسائل آنية أنانية مؤقتة، إذا كانت الوسائل الأنانية والآنية المؤقتة شيء طبيعي الحوارات سوف تنتهي بعد سنة أو سنتين. لكن إذا كان هو مشفوع حقيقة بإعلاء قيمة الديمقراطية العراقية وقيمة الفيدرالية وقيمة أن الحوار هو بين القيادات، وأركز ست إيناس انتبه عليها. نعم تفضل. السيد مسعود هو من الرعيل المؤسس إلى جانب مثلا السيد المالكي والسيد الجعفري وإلى آخره. الآن هناك خط ثاني وخط ثالث من الممارسين للعملية السياسية. هذا التفاوت ما بين هذه الأجيال المؤسسة للعملية السياسية ومن ينخرط فيها أحيانا يصبح سوء فهم في فهم الثقافة الاتحادية للفيدرالية عفوا وفي فهم طبيعة الحوارات. أقول التعويل على المؤسسين هو الخيار الأفضل. وثانيا هذا الحوار إن كان أصبح مؤسساتيا حتقولي كيف يكون مؤسساتين؟ أقول مثلا في برنامج الحكومة هناك عمل حوالي 22-23 نقطة في المنهاج قياسا بحكومات سابقة، هذا الشيء يعتبر شيء جيد. الأجود ما في ذلك، علينا ننتظر حوارات السيد السوداني وحوارات السيد مسعود مع القوى السياسية. طيب خلينا ننتظر، خلينا نطوي صفحة أنه مثلا أقليم كردستان هو محطة عفوا. طيب عفوا بين دكتور عبد الجبار، ما الأهداف المحتملة لاجتماع السيد مسعود البارزاني مع الإطار التنسيقي؟ الأهداف هل يعني ستكون؟ نعم تفضل. خلينا نبدأ بالأهداف المؤكدة للمركز الاتحادي. أتحدث بصراحة، مهما كانت متانة العلاقات للمركز الاتحادي مع الإدارات الأمريكية سواء ديمقراطية أو جمهورية فهي سوف تبقى يعني عرجاء بدون وجود علاقة قوية ما بين المركز الاتحادي وإقليم كردستان. لذلك أنا ليش نوهت من المبررات، قلت الإدارات الأمريكية الجمهورية أو ديمقراطية تؤكد دائما إقليم كردستان يعتبر ركيزة من ركائز العراق، هذا يعني ترى الرسالة إلى المركز على أنه لا بد من الذهاب لتسوية الخلافات ما بين المركز. أيضا في المقابل الإقليم كردستان هو لا خيار له إلا العودة إلمن إلى بغداد. إذن هذه الحاجة المتبادلة المشفوعة بنيات بعمل مؤسساتي بقراءة خارطة بديمومة هذه الحوارات، هذه من شأنها حتى نغلق الأبواب أمام المتصيدين في المال العكر اللي يقول ليش تطون رواتب واللي يقول ليش تطون كذا. بمعنى من يريد أن يقوض الإقليم سينتهي مآلاته بمن إلى الفشل، ومن يريد أن يعزز الديمقراطية والخيار وجود دولة عراقية اتحادية قوية ديمقراطية مركز قوي ديمقراطي وإقليم قوي هو بعلاقة شراكة استراتيجية، إذن الرابح هو الديمقراطية والرابح
كل عراقي يريد الخير للعراق. طيب سيد محمد، يعني نعرف أن هنالك توتر في المنطقة خصوصا الحرب بين غزة وإسرائيل، لكن هل يمكن القول أن زيارة السيد مسعود بارزاني إلى بغداد ممكن لتشكيل رأي موحد للخروج بحل ممكن يبعد العراق عن أي وينأى بنفسه عن أي توترات أو دخول في تلك الحرب؟ مهم جدا هذا الموضوع بكل صراحة. نحن لا نعول على تصفير كامل للمشاكل، لأن هناك تراكمات لأكثر من 50 أو 60 سنة لا يمكن أن تحل باجتماع واحد أو اجتماعين، ولكن كما قلت على الأقل سنختصر المسافة بهذه الزيارة. اليوم هناك شائعات تقول بأن الحكومة العراقية تريد افتتاح مكاتب لحركة حماس في داخل بغداد، وهذا بكل صراحة مؤشر خطير جدا لتوريط العراق بقضية شائكة جدا. القضية الفلسطينية هي قضية شعب، قضية إنسانية، وما يحصل اليوم في غزة هو خزي وعار للعالم الإنساني والمجتمع الدولي يقف صامتا. نحن نشعر بهذه الآلام لأننا مررنا بها كشعب كردي في فترة الأنفال والقصف الكيميائي في حلبجة وفي الكثير من المناطق التي ما زالت آثار هذه الهجمات وهذا القصف موجودا ومستمرا. إذن بكل صراحة الموقف الكردي واضح جدا من الوضع في فلسطين، والوضع يعني الموقف الكردي كان موقفا عمليا منذ زمن صلاح الدين الأيوبي، ونتذكر في عام 1967 البارزاني الخالد أوقف كل أشكال القتال مع الجيش العراقي لمساعدة الجيش العراقي للمشاركة في الحرب في منطقة سيناء وصولا إلى القدس الشرقية بعد معركة الأيام الستة. أما الحكومة العراقية بكل صراحة موقفها من القضية الفلسطينية إما يكون متأثرا بهذه الدولة أو تلك. نعم هناك شعارات ترفع، هناك الكثير من المسائل، ولكن تورط العراق في هذه الحرب العميقة حيث تمتد هذه الحرب أو مرشحة لأن تمتد إلى داخل لبنان، وهي تهدد الأردن وتهدد سوريا وتهدد إيران. طيب لماذا كل هذه التهديدات؟ لماذا لا نخرج بموقف موحد حول هذه العملية يكون أساسه إنساني بإيصال المساعدات الإنسانية؟ وللمعلومة مؤسسة البارزاني الخيرية منذ بداية هذه الأزمة في 7 أكتوبر من العام الماضي منتظرة فقط يعني الموافقات إن كان من الجانب المصري أو كانت من الأطراف الدولية الأخرى لإدخال المساعدات الإنسانية إلى منطقة غزة، ولكن هذه الموافقات ما زالت معلقة. إذن بكل صراحة نعم من الممكن أن تكون هناك فرصة للخروج من هذه العملية. تعودت الحكومة العراقية للأسف دائما بعلاج الأزمة بأزمة أخرى، بافتعال أزمة للخروج من أزمات أخرى. الحكومة العراقية تغرق في الأزمات، هناك أزمات مالية اقتصادية، يعني في إحدى مانشيتاتكم مثلا مسألة الانتحار، تصور خلال 24 ساعة 5 حالات انتحار في محافظة بغداد فقط، وهذه مسألة كارثية بكل صراحة. ما الذي يوصل المواطن العراقي إلى هذه المسألة؟ إذن هذه المسائل يجب أن تناقش وستناقش اليوم بالتأكيد. عدّت موضوع كركوك، موضوع سنجار، مواضيع تتعلق بالأمور المالية، الأمور الاقتصادية، مسائل تتعلق بشكل العلاقة الاتحادية بين الجانبين بين الإقليم وبغداد. وهذا الموضوع اللي طرحتي مسألة الموقف من قضية فلسطين والموقف من القضايا الدولية والعربية والإقليمية يجب أن يكون دائما على الطاولة. لماذا يجب دائما أن تكون العلاقة الإقليمية بين العراق علاقة اخضع لي أو اخضع لك؟ لماذا يجب أن تكون العلاقة العراقية العربية والعراقية الخليجية دائما متوترة والعلاقة مع دول العالم متذبذبة؟ نعم بكل صراحة براغماتية الرئيس مسعود بارزاني سوف تساهم اليوم بإسراع هذه العملية، ونتأمل خيرا نعم خلال الأيام القليلة القادمة، وخصوصا أن هناك أيام حبلى بالكثير من المفاجآت التي من الممكن أن نتوقعها في العملية السياسية. نتمنى أن تكون المفاجآت سارة. دكتور عبد الجبار، ذكرت أن هنالك ممارسين للعملية السياسية وهنالك هم من الرعيل الأول، ووصفت السيد مسعود بارزاني بأنه من الرعيل الأول، لكن هل تعتقد أن هؤلاء الممارسين هم من جعلوا خيوط الثقة بين بغداد وأربيل كخيوط العنكبوت؟ ولكن أيضا نسأل بعد تلك الزيارة باختصار دكتور عبد الجبار، يعني هل تعتقد أنه بعد تلك الزيارة ستكون هنالك خيوط ثقة متينة؟ يعني خيوط الثقة المتينة تعتمد على ما يلي. أولا، ما هو موقف الحكومة الاتحادية من توسع العمليات الحرب مثلا إذا ذهبت إلى جنوب لبنان مع حزب الله؟ ما هو موقف الحكومة الاتحادية من اتفاقية سنجار؟ ما هو موقف الحكومة العراقية من الأزمة السورية التركية خلينا نقول والحوارات إذا في المستقبل؟ ما هو موقف الحكومة العراقية من إشراق إقليم كردستان وتوفير المناخ الأمني المناسب لما يتعلق في طريق التنمية؟ هذه كلها عوامل، كل عوامل تتعلق بتعزيز الثقة أو تعزيز وسائل عدم الثقة.
الثقة ضرورية، ولكن أهم شيء ست إيناس أن يمتلك المركز رؤية واحدة استراتيجية في كيفية التعامل الهادف الدستوري القانوني مع هكذا حوارات. إذا سمعنا بعد الزيارة، إذا سمعنا أطراف داخل حكومة أو من خارجها تحاول أن تلقي باللوم أو تلقي مثلا تكيل اتهامات إلى المركز أو للقيم على أنه هذه هي يعني ستكون هي عامل ضرر على هذا الطرف أو هذاك الطرف، حتما هذا نسميه يمارس عملية سياسية ولكن عملية سياسية مخربة للديمقراطية. إحنا هكذا الحوارات نقول أيهما أفضل؟ أن تبقى العلاقة متوترة ماليا أمنيا جغرافيا كركوك وغير كركوك، أم تكون هناك خيارات للحوارات؟ حتما من يبحث في الخيار الديمقراطي هو الأفضل والأنسب للعراق. نعم، شكرا لك أستاذ العلوم السياسية الدكتور عبد الجبار أحمد، وأيضا عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني السيد محمد زنجنة، كنتما معي في هذا المنشأ، شكرا جزيلا لكما. وفي منشأتنا الثاني، تشير الأرقام إلى تسجيل العراق أكثر من 2000 حالة ومحاولة انتحار خلال السنوات الثلاث الماضية، في حين شهدت الأشهر الستة الأولى من العام 2024 تسجيل 300 حالة ومحاولة انتحار. المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان يشير إلى أن حالات الانتحار لأسباب نفسية بلغت نسبتها 43%، أما الاقتصادية بنسبة 15%، وأسباب أخرى بنسبة 8%. وفقا لهذه المعدلات فإن العراق ما زال أقل من المعدلات العالمية في موضوع الانتحار. تابع التقرير الذي أعده مراسلنا خطاب عادل. البكالوريا ثم أقدم على الانتحار وسط منزله في مدينة الصدر في حادثة تقول عنها الأوساط أنها متوقعة بالنسبة لظروف الكهرباء وطبيعة الأجواء التي كانت تحيط بأغلب الطلبة. أول ولد سمع النتيجة مالته بعد ما لحقنا عليه بساعة بساعة لقيناه معلق بغرفته بغرفته 17 سنة عمره 17 سنة. شفت انت بالتصوير لو ما شفت بالتصوير؟ شفت ابوه ابو مسودن ابو مسودن بالشماعية ابو مسودن بالشماعية لو شيل العمامة. طبعا هسه لو اكو كهرباء ها ومتوفرة الطالبين يجاوب لو ما يجاوب ها، والاسئلة كل الصعبة ليش الله يقبل محمد 17 سنة عمره لو ابنه هسه صاير بيه شنو موقفه؟ قل لي شنو موقفه لو ابنه صاير بيه هيك؟ عاش تعبان يحي وضع يده تعبانه مدينه الصدر تعبانه امتحن امتحن بهاي الاجواء امتحن بهاي الاجواء يعني شرابك راح عمل امك وابوك مدرسه ما بيها بنكه شلون يدرسون؟ شلون يدرسون؟ يعني انت هاي الفلوس وين ودوها؟ عائلة المجني عليه تحمل السلطات الحكومية حادثة علي الذي تعرض لضغوط نفسية في فترة الامتحانات أدت إلى التفكير لإنهاء حياته. طلع بخمسة من شبيه خمسة الجوال ما اجى لك شهادته بخمسة خلص قعد فوق وانتحر بختم بحظه خاطبت له اريد اعرس له ليش هسه بدل ما اعرس له دفنته البارحة دفنته وجيت ليش. وتقول العائلة ان والد الضحية سيودع اليوم في مستشفى الشماعية نتيجة للصدمة التي تعرض لها. للشرقية نيوز خطاب عادل بغداد. وفي هذا المنشأة ينضم معنا رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان سيد فاضل الغراوي. أهلا بك سيد فاضل. يعني كما شاهدنا الحادثة والكثير من ممكن مثل تلك الحوادث مماثلة، وأنت ذكرت في أن هنالك أكثر من 2000 حالة ومحاولة انتحار في العراق، الأسباب نفسية والاقتصادية وأسباب أخرى، لكن دائما ما تتصدر أسباب الانتحار يعني، لكن العراق لم يكن يسجل تلك الأرقام والأرقام لا تكذب، الانتحار في العراق أكثر من أي وقت مضى، لماذا؟ تفضل.
مساء الخير سيدتي الكريمة، تحياتي لك ولكل المشاهدين الكرام. أهلا بك. الأرقام إذا راجعناها بالإحصائيات التي نشرت من قبل وزارة الصحة ووزارة الداخلية وكذلك مجلس القضاء، إذا راجعنا من عام 2016 لغاية عام 2024 العراق سجل أكثر من 5000 حالة ومحاولة انتحار، لكن هذه الأرقام هي فقط الأرقام المسجلة، وقد تكون هناك بلاغات عدة لم تسجل بسبب وجود الكثير من وصمة العار، الجوانب الاجتماعية، الظروف الخاصة التي تحول دون تقديم هذه البلاغات أو تسجيلها، خصوصا في محاولات الانتحار التي تنوعت في موضوع استخدام السم أو الحرق أو الشنق أو استخدام الأعيرة النارية وكذلك الغرق، وقد تكون أيضا استخدامات أخرى إذا تحصل في هذا الجانب. نعم، الظروف الأساسية التي أدت إلى ارتفاع معدلات الانتحار عن السنوات السابقة يتعلق بموضوع الجانب النفسي. طيب سيد فاضل، يعني لابد أن مرور الشخص بالعديد من خيبات الأمل تجعله أكثر عرضة للسقوط في براثن الانتحار وفي براثن الاكتئاب ثم يقوم بالانتحار. كيف يمكن للسلطات أن تهتم بمن يعانون من تلك الحالات حتى لا يصل إلى الانتحار؟ يعني الحكومة قد أطلقت الاستراتيجية الوطنية للوقاية من قضية الانتحار، وهذه الاستراتيجية فيها محاور متعددة، قسم منها تتعلق بموضوع التأهيل، قسم يتعلق بموضوع التوعية والتثقيف. هل تلك المحاولات فعلت؟ الآن يفترض أن الاستراتيجية هي استراتيجية حكومية ملزمة لغاية عام 2030، وهذه الاستراتيجية بها التزام على مؤسسات الدولة أن تأخذ دورها في كل مفردة وكل مساحة تتعلق بتنفيذها، بسواء الحملات الإعلامية، التوعية الدينية، التوعية داخل المؤسسات التعليمية، المدارس، نفس الوقت معالجة حالات الانتحار وخصوصا الجوانب النفسية، جوانب الاقتصادية، العنف الأسري، حتى موضوع التأثير المباشر للمخدرات والانتشار على عدد من الحالات التي حصلت، وكذلك التداعيات التي تحصل في موضوع الظروف التي شاهدناها في موضوع السلوك الجمعي، وأيضا الاستخدام السيء للاتصالات، وشاهدنا في فترة من الفترات حالة تتعلق بموضوع نشر حالة الانتحار عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وأيضا شاهدنا انتحار جماعي في ذي قار ممكن قبل أشهر عدة. لكن سيد فاضل، البعض يصف أن تلك الأرقام غير مهمة في العراق، لماذا توصف بغير المهمة ولكن لم يكن يسجل العراق تلك الأرقام سابقا؟ هو ما في شيء اسمه غير مهم. حق الحياة من الحقوق المقدسة ومن الحقوق الأساسية لحقوق الإنسان، وبالتالي اليوم أي مساس بهذا الحق يمثل أكبر انتهاك لمنظومة حقوق الإنسان. واليوم نتحدث عن آلاف الأشخاص الذين فقدوا حياتهم، الأشخاص الذين قد يكون أيضا لو تحققت محاولات الانتحار لشاهدنا اليوم أرقام كبيرة أكبر من هذه الأرقام اللي تم تسجيلها، وبالتالي بالعكس اليوم هذه الأرقام تعطينا مؤشر عن وجود ظاهرة خطرة داخل المجتمع العراقي تحتاج دراسة متعنية، تحتاج حلول ناجعة وحقيقية وفاعلة، نفس الوقت أيضا إمكانية النظر لماذا هناك اختلاف وتباين في ارتفاع معدلات الانتحار كمؤشرات قياس في سنة من السنوات عن هذه السنوات. يعني اليوم احنا نتحدث عن 300 حالة لغاية بشهر 6 من عام 2024، قد تكون هذه الأرقام ترتفع لنهاية هذا العام ونجري المقارنة، بالعكس هذا قد يعطينا مؤشر قد يكون سلبي أو مؤشر إيجابي عن ارتفاع الحالات أو انخفاض هذه الحالات، وايضا حتى تكون هناك حلول للمعالجات الاساسيه. قد تختلف ظروف الحالات الانتحار في عام 2024 عن ظروف الحالات الموجوده في عام 23، وبالتالي هذه قد تكون الارقام بالعكس هي ارقام ومؤشرات مهمه، وبالتالي العالم ايضا يهتم بهذه المؤشرات، وهناك مؤشر لقياس حالات الانتحار بالعالم، كل الدول تهتم بهذا الامر، وبالتالي طيب ايضا يعني من هذه المنظومات. نعم، يعني سنوات ونحن نقول ونطالب ونحتاج إلى حلول لكل تلك المؤشرات، مؤشرات عمليات الانتحار في العراق،
وأيضا منشط أحمر لم يكن تلك المرة الأولى التي يهتم بظاهرة الانتحار في العراق، لكن اليوم لهذه اللحظة لم نجد مصحات حقيقية وفعلية على أرض الواقع. هل تعتقد أن هذه الظاهرة لا تهم السلطة؟ أنا اللي أعتقد سيدتي الكريمة ما زلنا بعيدين عن الاهتمام الأساسي في التعامل مع التداعيات النفسية، وهذا ما حصل في موضوع ملف المخدرات وكذلك في موضوع الانتحار. لكن 43% ممن يقومون بالانتحار هو بسبب الحالات النفسية دكتور فاضل. نعم، ولهذا أؤكد أن اليوم الآلية التي تتعلق في موضوع الوعود والجوانب تتعلق في منظومة الاستراتيجيات لم تكن على أرض الواقع بشكل حقيقي وجدي، وخصوصا اليوم إحنا ما عندنا لحد الآن هذه المصحات التي تتعامل مع هذه الحالات اللي تعتبر الآن ظواهر. الآن في العراق ظاهرة تسمى ظاهرة المخدرات، ظاهرة تسمى ظاهرة الانتحار، وبالتالي المؤشرات دائما تشير إلى ارتفاع مؤشرات التداعيات النفسية والصدمات النفسية، وهذه تحتاج إلى معالجات جدية بوجود مصحات متخصصة للتأهيل حتى نساهم مساهمة جادة في الوقاية من قضية الانتحار. نأمل أن تكون المعالجات فعالية وبناءة من قبل الحكومة والسلطات المهتمة بذلك الأمر. رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان كنت معنا سيد فاضل الغراوي، شكرا جزيلا لك، وأيضا أنتم مشاهدينا شكرا لكرم المتابعة. ألقاكم في منشطات أخرى، إلى اللقاء.